وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. قد عفوت وان عفيه النبي عن الخيل يا والرقيق أدومها يا فردها وان عفي وزكمل فهاتوا كان صدقة الرقة لعقت في الله كان صدقة ذكريت درهما كان صدقة الرقة ذا سالق بدلها مفعول بالغريق صدقة الرقة كان درهما درهم كان من كل أربعين أفرتن كلا أركبه من كل أربعين درهما أفرتن كدرهم به هل درهم كان مركا أن سمركي لوفري حديث بكم وثينة يا إن لعبت دي أفرتن بيكو قاريسي ذا كده نسابك لعبت رمحوها في اللذة لما بقلبوها حد أفرتن كشلن شلن ككان محال لولا جيدة معنيه وحوي لعبت وحي ذا كده كو قارتا في اللذة لما بقل لما بقل نشان شلن باكو قويس لكن لما بقل واشان ملوضة من أفرتن شان تشلن وكو قويسو labadi boqol baa shan meelo laga dhigayo afartan kan shilin afartan kala shilin afar shan meelo do min hal shilin waa shan shil shan ta shilin baa saa u goys laakiin de afartan kii la arkaba gaarkiisa dadka uma gaarin oo shilin laga qaadi maayo laakiin markay labada boqol nisaabku waa laba boqol hal dadkeeyo markii la yiraahdo afartan kiiba shilin bay xisaaban yihiin laakiin labada boqol shilin baa ka guway macnaheedu waa hadduu had mooda in afartan shilin ay ku gaariso ay xogaa من كل أربعين درهما أفرتن كي درهم بو درهما هل شلين ككالا لو بقول بين نسابك كو قارتاي وعشان ما يلوضع من أفرتن والله ما بقوله أفرتن كي الأركاب الشلين بات كسو قوي نيسا لو دي بقول شان شلين بات كقوي مارك جملة هانو با الله ما بقول بالعاكت شان شلين بات كقوضا لكن هذه اللو قيبية أفرتن كي بوا شلين وليس في تسعين ومائة شيء مركاسو كيابين مركي أدي أفرتن كنفت إذا بكو قاري سائل إلي رادو ومركا شلن باكا قايو معنيه ما هو ليس في تسعين ومائة شيء بقول إيا سقاشا شلن وحبك مواجب حتى بقول سقاشا إيا سقال شلن حتى حبك مواجب فإذا بلغت مركا قارت مائتين ففيها خمسة دراهم شنت شلن باكا قويس من كل أربعين درهما درهما انتي ناسي نغنيس هاتي حوغا شاكي قليم في النفقة وصدقة بابك سقالات وكتاب الزكاة كم إذا في النفقة نفقتي إيه وصدقتي صدقتي أي أبابي هاي أيه في النفقة إيه وصدقة في الشرع شيء واحد نفقة هدي ليلة صدقة هدي ليلة واسكمت وهو بذل المال مالك أو لسي الله ديبه وإلى الغير وإن اشتهر في عوام الناس أن النفقة على الأهل وصدقة على الأجنب استلاحهم باك لدوية نفقة هدي ليلة هذي صدقة هدي له واسكو معنى وحلا بحية أم بالليلة لكن حوغا استعمال كفرد بدن جادت كبدن كود وحي أقرانا يانون نفقة وحال إلى وحي إهل كاقات كنا فقيس عادت كنا فقد ودك هو واجبت صدقانا وحال ليرادة دا. دن آد نفقة ودك هو واجب وحي آتي سو صدقة لسكيرا وفيه فروع باهاتي بابكن الصدقة على الإهل والقريب أفضل صدقة لو صدقة يسددك إهلك يددك قرابة هذا يا أفضل فضل بدن صدقة لو كفل بدن لأنها واجبة على الإهل إهلك واجب يددك إهلك واجب بكوتا نفقين تود إلمها يعررت هذه والدك حاسك ومؤكدة على القريب كو قرابة هذا عنك ديرين صدقة هو سنة لكن هو سنة مؤكدة لأنه صدقة وسلة صدقة هي سلة الروح بين لبض وضطعي سنة نوع عن أبي هريرة وحلق وري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي وخير الصدقة صدق الله بحي وحاو خير بدن ما كان عن ظهر غنى ما كان وحي هذا عن غنى وحي لقد ديقتهم وما أقفل دي بدن ظهر هو مقحم ولفد زائده اللي سقدره صدق الله وحاو خير بدن وحي مركز حاجة هذا إيه وحاد آد كأقبها أنت فاضل ككا وآد آد أقبها نين كاسا أقفل دي بدن محايل شيء هو شيء كأقو إكره هذه هدوء بحسن وحلقيها إن هذا حواء قلبك هذا كوكب المحاسة بحسن وحاس
khayru sadaqati sadaqa waxa uu khayr badan ma kaana wixii ahaaday can dhahri qinan can qinan qaninimo xaggeeda wixii laga kaaftoomo laga maarmi karo wabda' bilow oo biman tacuulu dadkaad nafaqaynaysay ku bilow marka hore lianna nafaqata calayhim waajiba wa sawaabulwaajibina akhar waajib intaad ka tagta sunnaha ku ordin horta ehelkaaga iyo dadka adu aad nafaqaynaysa nafaqadoodu waajib weeye taa ku bilow markaad ayagaa waajibkooda gudato kadib wixii kaloo aad bixin karta bixi رواه الخمسة تبا وريه الترمذي وعنه وحال وريه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي دينار دينار هل شلن شلن كاسو أنفقت وآت بحسي في سبيل الله إلهي وددي سأتكو بحسي ودينار دينار دينار كو أنفقت وآت بحسي في رغبة أدون أتكو حريسي وأدون بين تاسوفك سوق دبا القرتي سكو حريس ودينار دينار شلن تصدقت بها صدقيسة على مسكين المسكين أتكو صدقيسة iyo wadiinaaru diinaar anfaqta waad ku nafaqaysa calaa ehelka ehelkaaga acdamuhaa midka ugu weyn ajran xagga ajirka alladii kii weeye anfaqta waad ku nafaqaysa calaa ehelka ehelkaaga kaaun baa ugu fadli badan maxaa yeele waajibkii ku saarnaabaad gudatay weeye rawaahu muslimun watirmidiyu axmed can cabdillaahi bin cumar waxaa laga wariyay radi allahu canhuma can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu kafaa bilmar'i qofka waxaa ugu filan ithman dembi an yaxbisa inuu ka xabaaso caman yamliku quutahu dadkii quudkiisa quudkooda uu gacanta ku hayay inuu ka xabaaso intaasaaba dembi ugu filan kafaa bilmar'i qofka waxaa ugu filan ithman dembi an yaxbisa inuu ka xabaaso caman yamliku quutahu dadkii quudkooda yani uu milkiye wey xadiidka sababtiisa wuxuu ahaaba ali cabdullaahi ibnu cumar oo meel fadhiyo yaa waxaa usoo galay ninkii wakiilkiisa ahaa faqaala lahu wuxuu yidhi cabdullaahi acdayta raqiiqa adoomihii ma siisay quutahum quudkoodii qaala wuxuu yidhi laa weli maana siinin qaala wuxuu yidhi acdihim sii fa ina rasuulallahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi kafaa bilmari isman ruuxa waxaa dembi ugu filan an yaxbisa inuu ka xabaaso caman yamliku quutahu dadkii quudkiisa uu gacanta ku hayay inuu ka xabaaso quudkii iyo nafaqadii uu ka joojiyo رواه مسلم والنسائي وابي داود واللفظ وحوها كفاء بالمرء روحه وحا وغفل الاثم ذنبي ان يضيع ان يضيعه من يقوت دتك ونفقين يوت عن جابر وحا لغا وري رضي الله عنه قال وحو يري اعتق الرجل نبا حريه ومن بني عذره لمن كان ري بني عذره كمدا عبدا ادوم بو حريه او له اسو اسغنا عن دبر اي قدال بو كحريب يعني بيع المدبر بو كدغي ومدبر كو يعني بيعيس وحا وي ايه waan ku dib dhigay haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa ninka markuu yacni uu dhinto sayidkaa markuu dhinto xorobi horuu ka xorobay ama sulusmaal ka xorobay marka mudabarkaas waa la dib dhigay laakiin intuu hadda ninkaa joogo idaa mitu fa anta xorun buu yidhi haddaan dhinto xor baa tahay mudabar baa leeyaa qofkaas marxaban marka hadda intaan waqtigaa la gaarin waa iska addoon isagoo intuuna dhibanin horteed hadduu doono wuu gadan karaa hadduu doono wuu hibeyn karaa ruux buu ku sadaqayn karaa hadda waa laysaga tasarufaya waa iska addoon caadi ah mudabaro ninkan dhibashadiisa unbuu sugaya actaqa rajulu nin baa xoreeyo min bani cudrata ka mid a cabdan addoon oo lahu usugnaada can duburin buu ka xoreeyey oo markaan dhintaan xor tahay buu ku yidhi فبلغ ذلك رسول الله بجارتي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام النبي قال له شيء فقال وحو يري ألك مال غيره وحك لما لا أدون كان موقي فقال وحو لا ما وح مال أدون كان كيس فقال وحو يري نبي من يشتريه مني ور أدون كان يائي قدني أدون كان سقع هذا نبي بيع جي وحو يري يائي قدني فاشتراه وحاكقة النعيم بن عبد الله ننك ليلة العدوي بثمانية مئة درهم sideed boqol oo shilin buu kaga gatay fajaaa bihaa rasuulullahi baa la yimid sala allahu aleyh wasalam lacagtii buu la yimid fadafaca ileyhi ninkii buu dhiibay wuxuu yihi ho danahaga ku qabs adoon waxba haysa nin baad leedahay waxbaan dadaal ka xorayni intuu asagu u gaday yuu lacagtii u keenay nabigu markaasu wuxuu yidhi ho kuu dangudo uma qaala wuxuu yihi nabigu ibda' bilow oo binafsiga naftaada ku bilow bal marka hore adigu isku nafaqeeyo yani su-aasha iyo aada uga kaaftoontahay fatasadaq caleyha naftaada ku sadaqee fain fadala shayun shay hadduu kuusoo faadli noqdo faliehlika ehelkaaga si fain fadala can ehlika shay hadduu kasoo haro falidii qaraabatika qaraabadaada si fain fadala hadduu kasoo haro can dii qaraabatika shayun fahaakada wahaakada yaquulu yacni yusiiru nebigu wuxuu ishaarayaa waaye fabayna yadayka wacan yamiinika wacan shimaalika yani sidaa iyo sidaa iyo sidaa u bixi markaas
هذه يحكو صهران لأن أنت أسكر لما تنوها بس رواه الخمسة وحديثك صلى الله عليه وسلم النبي وحال لسؤال عن الصدقة صدقة لسؤال على القريب إنك قرابه وحلق صدقه فقال وحي النبي له أجران لب أجر بولي أجر القرابة قرابة أجر كيدي وأجر الصدقة صدقة أجر كيد رواه الشيخان باوري والنسائي والترمذي ولفظهما لفظ وذو وحوها الصدقة على المسكين مسكين وحلق صدقه صدقة صدقة وي وهي على ذي الرحم من قرابة هدي وحلق صدقه استنا سنتان لب أجر بيلينها صدقة هي وصلة وي صدقنا ويتاي صلة الرحم نويتاي اي القفك وقرابه ان الحرير سوكا الدنيا عن ابي امامه وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي يا ابن ادم انك ادو ان تبدل الفضل وحفاضلك ودهراتك ان اديبته يا خير لك كو خير بدل وان تمسكه ان ادعلسه ادعش تشر بين لك ادي وكوتاي وحفاضله ودهرات هدا هيسا علين اسك بخي هدا ادون عشته شر بين كو نقونيسا وي ولا تلام لغوغ دغال ما هي على كفاف كفاف هدا هيسته وحن قتليون هذيك بأن كابدن هداد هيستو لقوق الدقال ماي وابدأ بالله مركز وحبحين هيستو بمن تعول قفك النفقين هيستو وليد العليا قعنت سرهيستو يا خير خير بدن من اليد السفلة قعنت هو سيسيك خير بدن تايو وقعنت العليا ذا هي المعضية وي مدى السفلة أنا ومدى سائلة ذا وحقادن هيستو تن عليا ذا هفضل بدن رواه الشيخان عن أبي مسعود وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي إن المسلمة قفك مسلم كإذا أنفق هذو نفقيه على أهل أهل كيسادو كن نفقيه نفقة نفقه والحال هو أسوي يحتسبها وأجر ما ليسنهيه كانت له صدقة صدقة النغنسة صدقة النغنسة أهل كافي وحي أتكب بحسي وصدقه دي الاحتساب هو نية الثواب ثواب إنا نية توي من الله تعالى وفيه وحاكسه أن نية الاحتساب لا بد منها في حصول الثواب على نفقة الأهل أهل كافي مركز بيل كسينيسو والنفقين يسو وإن الثواب كإنه إلهي كان ثوابنا وإن النيوتوا بخلاف من أنفق ذاهلا فلا ثواب له هذا إسكهل مانسان لكن هذا النفق يسو ثواب ماله فيكون هذا قيدا لإدلاق النصوص السابقة وغيرها مركا نصوص تأسلا أبدا وكو قيدا يسو إيه الكاقة مركا النيون يسو واجب إلهي كساري ماها إن أدبيل كوضب بحيسو مركا أدبحين يسو وإن النيوتوا كو قبط إنه إلهي كأجر سيني مركا أجر بذلس أولي واجب أدبدتي ويساجر كسواس رواه الخمسة إلى أبا داود نوع من الصدقة الفضلة نوع كم من الصدقة مدى فضلك بضن قال الله تعالى إلهي وحي لن تنالوا البر بر إيا السماء إيا وناء قاري ميسان حتى تنفقوا إلى أدب حسان مما تحبون وحج عشهم وحج عشهم إلى أدب حسان وإيا بر قاري ميسان يا خيرك آيه ولما فيه وحكسه أنه من مجاهدة النفس نفس هذه بعد الجهاد وحي أجعل الهداد بحسه نفس هذه بعد الجهاد وإكرام الآخر قفك أد وحسين يسنى واد إكرامته وحي أد أجعل الهداد سيسه واد إكرامته عن أبي هريرة وحال قوري رضي الله عنه قال وحي رجاء الرجل من بايل النبي النبي أجيب صلى الله عليه وسلم فقال وحي يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا أي صدقة صدقتك أعظم أوين أجرا حق أجرك قال وحي نبيه أنت صدق إنا صدق إيستا وفضل بدل والحال أنت أدوه صحيح أعطي ميد فيه شحيح وهدنا مالك كب خيلي مركز فيه ده دي مالك واد كب خيلي يا صحيح باته يعني هو حريص على المال تخشى الفقر فقر بات كعب سنيسا وتأمل الغنى غني نمنا واجد دي لنيسا وقفه مركو فيو يهي حقاقا اوض وطو يعني غني نبو رجينا يا فقرنا وكيا بياد مركو قفه يو اساس تخاف الفقر وترجو الغنى آي غني نمو يهدي دي لنيسا ولا تمهل هسوغن صدقات هلسوغن حتى اذا بلغت الحلقومة حتى اذا بلغت الروح روح دي مركي قارتو الحلقوم حلقوم كمركي قارتو او نفت اتكسمرت قلت اثر هذا لفلان كذا نينكي هبل اها وحاسولي هلسي ولفلان كذا هبل نوحا هلسي وقد كان لفلان نينكي هبل الى وحب يقول لها كذا وكذا فاقرارتس مركز اد وحول بس كب حسون لا ورا مركز ولا قفل بدي مركز مركز في يوبيت باكفي عنا واحد بحسون رواه الشيخاء والنسائي
وعنه وحا لغا وري عن ابي هريره تقولت وحاني نبي لي يا رسول الله اي صدقه افضل صدقه لبحيت افضل بدل قال وحي النبي جهد المقل قفك ان وحبه هيسنين ودنيرتا يعني وحا اسكو دبي او بخي جهد المقل ساسوي قف وحي سو ايريين وحا او بخي اي وحي يراي او هيستو وح كغوي ايه وابدا بلو مركاد وح بخينيسنا بمن تعول قفك النفقينيس كو بلو فصدقة مع قلة المال ثوابها عظيم مالك يار وحي أد كقويسو أد كبحيسو أد بو أجل كيد أبنية والمجاهدة نفسه وإثاره الغير غير كين وحبو أدوري عليها نفسه فوقتون إثار بو سمي حين هذا إثار سمينين وحكا بضم بما هي ستسو ما وحي راس إثار رواه أبو داود والحاكي وصححه وعنه حالق وري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي سبق درهم هل شلنها وحكهر مرأي وكأجر بطي 100,000 درهم بقول كن أو شلن قالوا وحي رادي يا رسول الله وكيف سده كيف يسبق درهم 100,000 درهم هل شلن سده بقول كن أو شلن وكهر مرأي قال وحي يري نبي رجل له درهمان لبا شلن كليو هايستا فأخذ أحدهما متكود بوق عليه فتصدق به وصدقه نين لبشلين كليا هايستو قف لبشلين هايستو حدو مدبحي ومجاهدة نفسي بوسمي إثار نبوسمي غير كيب وحو داري إيه والرجل نين أول له مال مال كثير آد أفر بضن مال بضن وهدي دين عدن لقى قادر وحب أهل التوين فردو كفت يولي فأخذ مركزه قال وعن توبيه من عرض ماله مال كيسي يبلر كيسي 100,000 بقول كن بك قال فتصدق بها تلاوه انما يسكو حنون با نقا بقول كن ما بتبيه به اصلا بقول كن اوغم بدوان وطبن كشيل لها دادو اد شاها كو عبيزة اوغم بدوان ويفرب بدين فأهلتي سوى كير تايو مركا لعكت فرد بدن مليمات كي او هيستي مبصا انتو ينبو بقول كن كقال بسكسي يقفكي من كان الله شلين بو هاي نفتي سيبو انتو لجا هذي بو مدبحي كي حنون بدا شلين كي حنون بدا شلين كاتا مرك اجر بدا شلين كي اجر رواه النسائي حديث كي امام النسائي باوري الحصو على صدقة صدقة او اللي اسكو بوريو ان وحل هرمر صدقفكو انتو نولي هاي الدنيا او جو انو هرمر صدق مطلقا با صدقة او نمبا اللي اسكو بوريو قال الله تعالى الهي وحيره وانفقوا بحيا مما رزقناكم من بعد ما رزقناكم وحن إذن كو إرزاقني مالك عن إذن سين قار بحيه بو إله إليه من توا تبعيدي من قبل أن يأتي أحدكم أحد كين إنتو صنو إيمان الموت موت إنتو صنو إيمان أو فيقول أويل هذا مركو موت كو إيمانه ربي يا ربي ربي غيو لولا أخرتني هلا أخرتني ما إدب دكتدو إلى أجل قريب وحير ما قدال إدكت أو فأصدق أن صدقيست وأكون أن هذا من الصالحين كو هو نسنا كم النوض كورمو على علي أمركم ميتكو إلا وحير إله دم إيدكت حتى وحلب بحي لهاي وحل يسوع الله يمجر المركز مرادو وقت قدو مركا إنت وقت قال لك قارن وحب بحيبو إله لي وحلب بحا وهر مرسد عن أبي موسى وحل قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي على كل مسلم قفل أركو مسلم كركس وحاهاتي صدقة صدقه روح كسو مسلم صدقة لقوله شكرا لله صدقة هداد بحيث هو شكر يو إلهي ما تكون شكرين على نعمة الإيجاد إلهي واكيكو أبوريكو هيسي أدو عدمة والعافية على نعمة العافية عافماتك إلهي أكسي بي شكر أنغنسا والإسلام إسلام ماذا إيه إيمانك أكبوها نوني بي أنغنسا شكري وغيرها ومن النعم كثيرة التي لا تحصى نعمويك فرض بدنو أن لكو بكرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بو إلهي ليه نعمويك أسي أنغنسا شكري أنغنسا صدقة فقالوا وحيدا دين يا النبي الله إلهي النبي يسيه فمن لم يجد منك أن هلين محوصة مينيا قال وحيدا النبي يعمل وشقينا يا بيده قعنتيسا أيوك شقينا يا فينفعه وأنفع يا نفسه نفتيسا ويتصدق وحنا ولبحيا قالوا وحيدا دين فمن لم يجد منك أن هيسنين شقل لك شقيا وماله قال وحي النبي يعين وأكل مينا يا ذا الحاجة من ضلب وأكل مينا قرب قبنا يا الملهوفة أو الذي باتقلي دباتيسر روح دل او دباتيسر وحلقبه وكالمه تاسا صدقه كون نغنيسه قالوا وحي رادين فإن لم يجد نين دباتيسر وقرب قبتها دو واينه قال وحي النبي فليعملها سمي بالمعروف وناقة وليمسك عن الشر شرطة هسك إلى لي يدنبقة فإنها خير كأوس بي يحمانتا وكدير هذا يا صدقة صدقة له أسقون نغنيسه
وعنه وحلق وريع عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي قل ليأتين إمادة أو إمادة على الناس زمان زمن باصوم مردون ليأتين على الناس زمان دتك وحاصوم مردون الزمن يضوف الرجل نك أول ورقي فيه في جس بصدقة صدقة أول ورقي من الذهب ذهب صدقة ذهب هو ورجنيا ثم لا يجد مهلا أحدا أحد كو يأخذها منه كقات وحك قات بارك وماي وريا إجا قات ولي ورمر بتاع وحمة كسيا ماي ما قالك روح لارك ساس ولي أي ويرى الرجل ويرى والارك دون الرجل الواحد هل من أهل أركيا هل كننكها يتبع حال راعي أربعون امرأة أفرتا دمر أهل لسعود يلدن ويمغن قليان به ننكاس يمغن قليان من قلة الرجال رق يرانتي سئي وكثرة النساء ناقها بنانتو يكم مغن قليان ننكي لأركب أفرتا ناقود باكو حرر ودو سعود أي هلا دي سي وحو قبي وحو دلي وكاس الكاس أبهر جوغو وهو وايه نن أهام باسيها سالة جوغبو arradi wadu marbaaku saare way aqri zaman ka dewaka haween ko aad buu farbadan yaan baa leeyahay raguna uu yaraanay dagaal uu ku dhamaada baa leeyahay ayay adayu yani aad dadka dagaalada ku dhimanayay u badan yihiin ragu maxay la wax dagaalka galay oo una yagee boqolaal markay ku dhintaan ma laga yaabaa una dumar ka xogaa yar ka dhinta way marhaban waxa wala shay yani mufasirin taqaar ay ku fasirayaan bo aqri zaman ka ilmaha dhalanayo dhan baa gabdho u badan ay dumar ku gabdho un bay dhalay مرحبا رواه مشيخان بحديث كوري مسلم البخاري والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الهي وحول يا ابن ادم يا ادم انفق به وروح به انفق عليك انا انكسي انفق عليك ساسا الهي لي وحبا انكسيني وحلا بحوي فقال وحب عيسى وما انكسيني وقال إلهي وحوليه وقال وحولي النبي يمين الله إلهي يمينتي ثم الأمد بحدوه خزنت إلهي ويسكب بحده صحاء مد صبيت بدنوي مد صبيت بدن يعني مر الأركابين ما لساس وحب حليسا لا يغيضها من نسقى منه يشيء شيء الليلة إيا والنهار همينك إيا مالنك حدثا أم بإلهي خزائنتي سوح لغة بحنا يا يسعو على مخلوق الله وشبايا وحن نسقى منا يا نمجره الليل والنهار يعني طول الزمان خزائنت إلهي واسعة كثيرة وي ويسكب بحدا ومع كثرة الإنفاق إنفاق فربدنانتي سوى طول الدهر لا تنقص من نسقى منا إلهي باير ما عندكم ينفد وما عند الله باق أذنك أكتي نوح هذا ورمانا يا وحا إلهي أكتي سهذا نواباقي وحا رمانا يا ما رأيتم إيه شيخ أبو النبي ما أنفق إلهي وحي بحنيه مدخل السماء والأرض سماء دي أرض مركب بالله اللي قصوا بالله مدخل السماء والأرض سماء دي أرض إلهي مركب أبوري اللي قصوا بالله إله حد إلهي أنت وحي بحنيه فإنه لم يغض من نسقى منه ما في يمينه وحي إلهي خزنة دي ساء هذا وحبك من نسقى منه واسدس ويسكب بحلاه قال وحي النبي وعرشه إلهي عرشه يسون على الماء وعرشه على الماء إلهي قبل الخلائق وي مخلوقا انت على أبور سماواتك يقولك انت على أبور بيها يا عرشه وحي دحيه ماله فلم يكن تحت العرش إلا الماء وكان عرشه على الماء إلهي وبيده الأخرى وحاء هذا القبض أي بيده الأخرى القبض قبل جاء إله يعني يا هذيده آيه مرحبا يرفع ويخفض مركا الأخرى القبض قبل جاء لشيء يحوي الأمانة أمانة بقى هاتي أو الميزان وميزانك بقى هذا ميزانك مرحبا إله خذنا دي سوي بوحدة أكتي سنة وحاء هذه ميزان كيف هذا مخلوق أنا ودن إلهي أسرى سود دون يليه وميزان يا سود دون يليه نكو دون خاص بودي نكو دون كرب بودي يرفع ويخفض ساسوي يعز من يشاء ويذل من يشاء ساسوي نكو دون وعزين نكو دون وذلين رواه الشيخان بحديث كوي عن عائشة وحال قولي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي إذا أنفقت المرأة
haweenaydu hadday bixiso min dacaami beytiha gurigeeda raashinkiisa hadday wax ka bixiso ghayra mufsidatin xaalay tahay iyadoon ku xadgudbaynin ayadoo ku xadgudbayn israaf aan samaynin de wixii guriga yaala hadday wax un ka nafaqayso oo wax ka bixiso raashinka midka karsan iyo midka aan weli la karin waa isku wada midun dacaamka hadday wax ka bixiso kaana lahaa waxaa u sugnaanaya ajruha ajirkeedii bimaa anfaqad bisababi infaaqiha bixintaa ay bixisay bay ajir ku leedahay walizawjaha ninkeedina ajru ajirkiisii buu leeyahay bimaa kasaba asagaa soo kasbay oo xoolahaa soo shaqeeye asna ajir baa loo qoraya wali khaadini midka shaqaalahana midlu dalika shaqaalihii haddii laga adeejiyo layidhaha bixi asna ajir buu leeyahay laa yanqusu nusqaamin maayo bacduhum barkood ajra bacdin barka kale ajirkiisa shayan waxba ka nusqaamin maayo rawaahu lkhamsa can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyay radi allahu canhuma can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu arbacuuna khaslatan afartan sifo aclaahunna midda ugu sarayso oo ugu koreysa ay tahay maniixatu lcanzi ri la is-irmaaniyo ri irmaaninteed afartan khislo oo midda ugu sarraysa ay tahay ri la irmaaniyo ya ri la irmaaniyo way iska sahlan tahay xoogaa hadii arigu hadduu kuu dhalo in areerka qaraabada aad neebab imaalaan siiso oo wax iska sahlan sida qaalibka ishkinta unbaaba leecni markaas geela iyo looda iyo waxaas unbaa irmaanka loo dhiibaayo haddaan hadii xoolo kalena irmaanayna ariga naftiisa waa lasu irmaanay ama dadka wax kale baan ku ridow marbay hal kuu noqonaysaa soo ma daad waxba haysin marxaban marka ri irmaaninteed baa ugu sarayso maa yacmalu rajulu nin ma camal fano bikhaslatin oo minhaa ka mid a hal khislo oo ka mid ah rajaaa sawaabiha asagoo sawaabkeeda rajaynaya wa tasdiiqa mawcuudiha wixii loo yaboohay oo loo ballanqaadayna waa rumaysan yahay ilaa adkhalahu llahu ilaahay baa ku gelinayo bihaa bisababiha aljannata janna ilahay ku gelinayo rawaahu abu daawuud baa wariyay walbukhaariyu can ibni cumara radi allahu canhuma can nabi sal ly slam qaala wuxuu yidhi nabigu man istacaada billaahi ilaahay ninkii idinku magangalo faaciiduhu magangeliya aya ilaahay dartii ii magangeliya ninkii idin yidha ya oo dhibaatadan iga reeba waa in soo magangalay magan baan idiin ahay faaciiduhu magangeliya waman sacala billaahi ilaahay ninkii wax idinku weydiistana faacduhu siiya ilaahay dartii baa kuu su-aalanaya hadduu yidhaa iskasi waman dacaakum nin qofkii idiin yeerana fa ajiibuhu ajiiba waman sanaca ilaykum macruufan wanaag ninka idiin sameeya fakaafiyuu u beegtooma u abaalguda faylam tajiduu haddiina u abaalgudin yani faylam tajiduu haddiina helin dhe maa tukaafiuu bihi waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad ka aragtaan annakum adinku qad kaafa'tumuuhu inaad u beegtoonteen aad u abaalgudeen wanaag iyo ixsaan markii lagu sameeyo yani waa inaad qofkii yani u abaalgudo wey rawaahu abu daawuud baa wariyay wanisaayi can abi saciid waxaa laga wariyay radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu ayumaa muslimin muslimkiikaahoo kasaahu iyo musliman qof muslima sawban maro qof muslimu aradbixiyo maruu siiyey calaa curyin qaawanaan xaggeeduu ka aradbixiyay asagoo qaawan buu yani yuu dhar siiyey kasaahu llahu ilaahay baa arad bixinayo min khudri ljannati jannada dharkeeda cagaaran ee yacni jawharta iyo yaaquudka ka samaysan kaasaa ilaahay ku weynaya wa ayumaa muslimin qof muslima kiika oho adcama quudiya muslimin qof muslima calaa juucin gaajo korkeeda asagoo baahan buu quudiyey adcamahu llahu ilaahay baa ka quudinaya min simaari ljannati jannada midhaheeda wa ayumaa muslimin muslim kiika oho saqaa waraabiya muslimin qof muslima calaa dama'in oon isagoo aada u ooman buu waraabiyay saqaahu llahu ilaahay baa waraabinayo cadda wajal min alraxiiqi webiga raxiiq la yidhaha almakhtuumi oo yani la khatimay kaasaa ilaahay ka waraabinaya yusqawna min raxiiqin maktuum khitaamuhu miskun baa ilaahay yidhi markii ahlujannaha yusqawna waa laga waraabiyaa min raxiiqin baa laga waraabiyaa biyahaas raxiiqa la yidhaha aada u macaan maktuumin oo weliba yani way yani waa sajalaato waa wax wada alxaaban kulligood khitaamuhu miskun waxa u dambeeyana waaba miski biyahaas markaad cabto macaanka waxayba ku darsadeen inta ugu dambeysa markaasaa u kaba sida miskigii bay usoo udgeeyaan udug iyo macaan bay isu darsadeen rawaahu abu daawuud kaasaa laga waraabinaya can buhaysata waxaa laga wariyey alfazaariyati radi allahu canha gabadhaas can busayhata waxaa laga wariyey buhaysata alfazaariyati radi allahu canha qaalad waxay tidhi istaadana abii marxaban istaadana abii annabiya sala allahu calayhi wasalama istaadana abii aabbahay baa idan qaatay annabiya nabigu ka idan qaatay sala allahu calayhi wasalama idan buu rasuulka ilaahay
فدخل وو غلي بينه إياه وبين قميصي نبي إياه قميص كيسي بكلا دحقل إذا روحوا الله بساس ردوني إنو سمعي نبي قميص كيسي متخوص كمري يجركي نبي قميص كي يجركي ونبي بكلا دحقل فجعله وحو قدقل يقبل ويلتزم يقبل النبي إنو ننكنيه ويلتزم ويسكت لجيني جركي سوسا جركة أصاريا وفق جركي سوسا تابت بس ويهدي يا نبي جركي عليه الصلاة والسلام من كتاب صحابة ساسا نبي أجعل لنا عليه الصلاة والسلام ما ضحوا لقلا يقبيس كيبو خاص انتو قليسو يكفر قبيس إن هالك انتو قليسو يكفر بي هالك عمد حي لقلا مركاسو قد ننكنيه هالك نبي جركي سوسا ننكنيه وجركي سوسا إصار ساريا تبرك درتيس وتبرك يا نبي ثم قال وحير يا رسول الله ما شيء شيء محيه شيء وامحي الذي شيء قال الله يحل منعه وح إن لديده أي بنانين وحاران تتاه إن لديده محيته قال وحير نبي الماء بيوي بيه لما ديد وح أن مرنا بلديده وبيه وهاي بيه قف ديده محاضو ملي هاي وح كلا لقيه الماء يانو ملي قال وحو يرى هذا يا نبي الله ما شيء شيء محوية الذي شيء قاسو لا يحل منعه دي دي سوء اينا بنا حلال ايسا هين اي بناني قال وحو نبي الملح والملح اي درس كاو هدو ملح كوسو دونتو اي هديد قال وحو يرى يا نبي الله نبي الهي وما شيء شيء محوية الذي لا يحل منعه إلا دي دا اينا بنانين قال وحو نبي ان تفعل الخير خير كإنا سويسو يا خير لك كو خير بدا وحبب هديدنا وخير ان هدي له ورثه سبه يا خير كينا سبه تاكو خير بدل يعني وتعميم بعد التخصيص اشياءات ديده ما بنان بيها يا ملح ده يا وحا لملا وحيالها يركو اللي اسك ادغسده عندنا وحا لي مركان خير ودنب انا سبه تاكو خير بدل فما يعمل مثقال ذره خيرا يره ومثقال ذره خيرا نكي سميه واركي رواه ابو داود والنسائي ولأبي داود للسائل حق نك سائلك يا بريوتما يحق بوليه وإن جاهب يماذا على فرس فرس كي سوى سارة وهذا نك يرسم بابته فرس بعد ولا تعالى ديه ماي دباته وحكى يعني سؤال شكك أنت نك سائلك حق بوليه إيه وحلا سيه يا عن أنس وحال جوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده إن صدقة صدقته لا تطفئ ويد مساء قال الله ربي إلهي عرضي سيد مساء وتدفع ويثيبيسا ميتة تصوء صحن إن أضودي متنا صدقه ويكاء إلالين إلهي عردي سنة ويكاء إلالين صحن إن أضودي متنا ملحن أتكود متنا صدقه ويكاء إلالين صدقه ويفضل بلانت عن فاطمة وحا لقوري بنت قيس رضي الله عنها قالت وحا يتري سألت النبي نبي قال سؤالي أوسو إلى النبي نبي قال سؤالي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة زكاة النبي قال ويدي أي زكذا لويدي ومحامرك السؤال يا التدفيع عن حق المال فرضا وكمالا مالك يعني زكذا ونادات كبحيسو بس مياه فقال وحي النبي إن في المال مالك في جيس وحا هذا الحق الحق بالقول يا وسوى الزكاة زكذا كسوهر مالك زكذا أنكليا ما هي حق حقوق لا لقول لي وإن أضوحك لا كبحيسو قرابة كحريري سو قفك سائلك وريدتان وحكسي سو ثم تلا نبي واخري ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق آية داسوا ليس البر سموه معها وناقوا أن تولوا وجوهكم إن الجيرسان قبل المشرق والمغرب إن الجيرسان معها ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلهي يوم كآخر ننكي رميوي والملائكة ملائكة الرمي والكتاب والنبيين وأتى المال مالك بحي على حبه مع حبه سؤال جعل مالك بحي ذوي القربى قرابة سيئة واليتامى أغونت والمساكين ومساكين والملي سبيلية والسائلين وفي الرقابة انت أصور منكم بعيد في الرقابة كاسوي أي ولد رواه ما الله بدأ رواية الترمذي باوري خاتمة هذه خاتمة في الحذر دقيد ليس قد دقوء من المن صدقة هذا إنه فضل بنت واب الله شيقية صدقة ثواب كذا يتكبرون إنه شيق شيق من المن من شيق شذا هاي سواحكم مثل وما أحسن السماحة سماحة محا كوناسا إيه وإقفاء يعني وإقفاء صدقتي صدقة الله قريب يا سماحة وضافتانك قف يعني إسكت ضافت بدن إناتها محاك سماحة كفي عم إيه صدقة الله قريب صدقة دي وحيكو خير بدن إن سر يدهم تاسكو سيفضل بدن تاي قال الله تعالى إلهي وحبير يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي الرميو لا تبدلوا صدقاتكم صدقوا إنكي نهبرننا
بالمن من أسيغ سيئ ولا أذى دبها كبرنين المن تعداد النعم نعمة الله تريال إذا على من نعمت عليه قفك أذو النعمة يسي أو النعمة كترس زرسوساس كمان يل سوحا كمان سينين أيانت هذه إيتي مسوسفي عن كومر دقالين محاك سيئ شيء شيء هذا يا إلهي درتي سوما لسين يعني لبكونا وامحي أذوه أذوه وأن يعني هذا نكرنون وعطف لازم ويهو هذا هذا قفكي كمر نشيغتي واتبط نبتي بدي حيلا من نقو وحهم ويه وفي الادر هذه وكل من ذلك يا سوسان كماني سوسان كماني يل ويكون لي بيسا مركز ثوابك هذه ودما ماشكو باباي يا ثوابك صدقات كيلي وقال تعالى إلهي وحو يري إن تبدو صدقات صدقات هذا ظاهرسان وإذنك والله إذن أركا يا أب حسان فالنعم ما هي آي فالنعم ما هي فالنعمة وحا نعمة له ما آي صدقها عاد بحسان با نعمة له المقصوص بالمدح هي إبداؤها ويه صدقها عاد موجسين وبنان كأسوار دكتين يا نعمة له آي فالنعم ما آي وما مميزه وقيل فاعله نعمة يبيس ما لك جري تبيز يفاعل ماذا ولا غيرها فالنعمة وحا نعمة له ما با نعمة وفاعل المقصوص بالمدح هي إبداء صدقة وهي صدقة والله موجهة أي أما فالنعمة وحا نعمة يا نعمة أي صدقة صدقة النعمة ما من جهة شيء بيقول نعمة لها وتميز ما من جهة شيء بيقول نعمة لها المقصوص بالمدح هي إبداءها وإن تخفوها هداد قرسان أو تؤتوها الفقراء فقراء أسيسان فهو خير لكم كاسا إذن خير بدل يا كاسا ما تيفض بدل إن هذا هو سؤالك توي عن أبي ذر وحالق وري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحن نبي ثلاثة صدح لا يكلمهم الله إلهي لما هذا الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم من فيرن أيه ولا يزكيهم من طهير أيه ولهم وحي إليه العذاب العذاب كأليم حنوجي وصدح لا وحي المن يعني المنان مد كما نشيغ شذب بدن بما أعضاء وحو بحيه كما نشيغن وحو بحيه بشيغ شيغ الذي يمن بعضائه آهي يوال مصبيل إزاره مد كما عوسي سرولك كجيد هوس أودك سروالك بولك كجيد يا قميس كولك كجيب يا وزقنتي لما أقل يوال منفق مد كما بحينا يسلعة وبدعادي سبيل حليفي الكاذب نار بينه وكبحينا انت سيقف فرداء والله إني سألت إذا سكوها يايو نار بين أبو كوب بحيني رواه النساء ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة تضوء يذلهم الله إلهي بأوها رأي تعالى كرأي في ذل هركيس يوم مال لا ذل هارو سجن إلا ذله أي إلا ذل عرشي عرشي هركيس مويان ومحيين تضوء ذات إمام عادل إمام عادلة وشعب إن الله يرى أن شعب برباري في عبادة الله إلهي عبادة كبرباري يذلهم الله إلهي بأوها رين يتعالى كرها في ذله هركيس يوم مال لا ذل هروس جرن إلا ذله إمام عادل إمام عادلة هي وشاب نند اللي يرى مشاء برباري في عبادة الله إلهي عبادة سوك برباري ويرانته ورمرك يشاود يا دوية جيدا لهي يا مرك إلهي وافجي يعني طاعة هي خير كوي والرجل ويكنس دحال قلبه وقلب جيس معلق في المساجد مساجد الوحدة مرة لمركو تكذب وقلبي إذا مساعدك بكحرية هايو سعادب إلى لنا يا والرجلان الله بقف ويتحابى في الله إلهي درتي سجع لهذا استمع ويكل من عليه على الحب وتفرق عليه والرجل ويكنكلا دعت ويؤيرت امرأة قوربة ويؤيرت ذات منصب منصب صاحبه ورير وناسا كدلتي وجمال القرح هاي حمام بي ويؤيرت وفقال وحير إني أخاف الله إلهي بانك بغير كارك إلهي باللغير يا قيامه حال مجا نفتي سبوا لجهاده والرجل نوي كنك لا تصدق صدقة استي بابك حديثك مناسبة اللغير ذوي الرجل نوي تصدق صدقة استي بصدقة صدقة وفأخفاها صدقة بقرية حتى لا تعلم إلى أين أغاني وشماله بدحديثه ما تنفق يمينه ملك تيس واحد بحلس لو هدي يعني ملك بدحديثه اللغو قدر الروح روح كان اللغو قدره وحاو ملك تكبحين يمون أغاذين والرجل ويكن تدبان أدن بي ذكر الله إلهي حسين خاليا قلبه عن غير الله أما خاليا عن الناس أسوى ذاتك ما العدل أكجوه كليقي أسوى أيو إلهي حسين
oo ilaahay cadamadiisa qalbigiisa kusoo dhacday fafaadad cayna labadiisa indhood baa ilmeeyey cabsi darteeda. qofku markuu keligii yahay yani waxay ku tusinaysaa ikhlaaskiisa, hadduu marka isagoo keligii meel cidla uu ku ooyayo cabsidiisa kaamila waa nin yani ikhlaaskiisa wixiisuna dhab yihiin. rawaahu lkhamsatu ila aba daud aya kitaabu siyaami hada kitaabu siyaam, soonkii buu kitaab yahay. wa fiihi thamaaniyatu abwaabin wa khaatima, albaabu lawal fii fardiyati sawmi ramadaan, bisha ramadaan faradnimadeeda wey. qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwii ilaahay ee nabiga rumeeyo, kutiba calaykum waxaa laydinku fardyeelay asiyaamu soom baa laydinku fardyeelay, kamaa kutiba sida loogu fardyeelay cala aladiina min qablikum kuwii ummadihii idinka horreeyey, lacalakum tattaquun likay tattaquun inaad cabsata, ayaaman maalmaa laydinku fardyeelay macduudaatin oo la tiriyo, waa 29 ama waa 30 ay. waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi shahru ramadaan, shahru ramadaana wey waa bishi ramadaan waxa laydinku farad yeelay, alladii unzila fiihi lqur'aanu qur'aanka lasoo dejiyey, hudan xaalu yahay linnaasi, wa bayinaatin xaalu yahay aayada cadcad oo min alhuda hanuun iyo walfurqaani ah. faman shahida ninkii xaadiro minkum adinka idinka mid a ashahra bisha ramadaan falyasumhu ha soomo, waa amarku waa amr wujubu ha soomo. can anas ibnu malik waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaal nuhiinaa waxaana laga nahiyey buu nabigu an nasa yani yuuri anas bnu malik an nasala inaan su-aalno rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam can shayin, fakaana wuxuu ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashyaa baa ilaahay leeyahay in tubdan lakum tasukum, marka su-aasha farada badan asxaabta way ka cabsan jireen way iska ilaalin jireen. fakaana yucjibunaa waxaan jeclayn oo nacajab gelinayay an yajia arajulu nin inuu yimaado alcaaqilu oo caqli badan oo min ahli baadiyati ka mid a nimanka ree baadiya oo reemiyiga aan ayagu cabsanaynin, marka waxaan jeclayn inuu ree baadiya ay yimaado oo fayasalhu nabiga uu weydiiya wanaxnu nasmac anaguna aan dhegaysanayna marka aan cilmiga ka qaadanayn. fajaa'a waxaa yimi rajulu nin oo min ahli lbaadiyati ahlu baadiya wey ay liman binu saclaba ninkii la odhan jiray weeye waaye ninkaasaa yimid. faqaala wuxuu yihi yaa muxamadu muxamadow ataanaa waxaa noo yimi rasuuluka rasuulkaagi, waa ninkii aad soo dirtay, fazacama wuxuu sheegay lanaa annaga wuxuu noo sheegay annaka adugu tazcamu inaad taquulu inaad leedahay ana allaha ilaahay aad sheeganayso ana allaha ilaahay arsalaka inuu kusoo diray rasuulkii ilaahay inaad tahay ilaahay uu kusoo diray saasuu noo sheegay. qaala wuxuu yihi nabigu sadaqa waa runtii, run buu sheegay ninkaasu ilaahay rasuulkiisi uu soo diray baana. qaala wuxuu yidhi ninkii faman khalaqa samaaa samada yaa abuuray, qaala wuxuu yihi nabigu allah. qaala wuxuu yidhi ninkii faman khalaqa alarda allah yaa abuuray, qaala wuxuu yidhi nabigu allah. qaala wuxuu yidhi faman nasaba yaa joojiyey haadihi aljibaal buuraha kan oo wajacala yaa yeelay fiyaha fiigeeda maa jacala wuxuu yeelay oo ku dhex jira un. qaala wuxuu yidhi nabigu allah ilaahay baa yeelay. qaala wuxuu yidhi markaa ninkii fabiladii macbuud baan kugu dhaariyey khalaqa yani fabiladii macbuud baan kugu dhaariyey khalaqa samaa'a samada abuuray wa khalaqa alarda ardada abuuray wa nasaba taagay haadihi aljibaala buurahan taagaye allaahu ilaahay miyaa arsalaka kusoo diray. qaala wuxuu nabigu nacam. qaala wuxuu yidhi wadacama rasuuluka rasuulkaagu wuxuu sheegayaa anna calaynaa dusha annada khamsa salawaatin shan salaadood inay yihiin fii yowmina wa leylatina 24 saacba. qaala wuxuu nabigu sadaqa run buu sheegay. qaala wuxuu yidhi ninkii fabiladii macbuud baan kugu dhaariyey arsalaka kusoo diray ilaahay kusoo diray baan kugu dhaariyey allaahu ilaahay miyaa amaraka ku amray bihaada habeenkii maalinkii inaan shan salaadood tukanno ma ilaahay baa ku amray. qaala wuxuu nabigu nacam. qaala wuxuu yidhi ninkii wadacama rasuulka rasuulkaagu wuxuu sheegaya oo noo sheegay anna calaynaa dusha annada zakaatan zake inay tahay fii amwaalina maalka annaga laga bixinayo. qaala wuxuu yidhi nabigu sadaqa waa runtii sidaa wey maalka in zake laga bixiyo waa waajib. qaala wuxuu yidhi ninkii fabiladii macbuud baan kugu dhaariyey arsalaka kusoo diray allaahu ilaahay miyaa amaraka ku amray bihaada maalka inaad zakada ka qaado ma ilaahay baa ku amray. qaala wuxuu nabigu nacam. qaala wuxuu yidhi ninkii wadacama rasuulka wuxuu sheegayaa anna calaynaa dusha annada sawma ramadaan sawma shahri ramadaan bisha ramadaan inaan soonkeeda inuu waajib nagu yahay fii sanatina sanadiiba mar bisha ramadaan. qaala wuxuu yihi nabigu sadaqa run buu sheegay. qaala wuxuu yihi fabiladii macbuud baan kugu dhaariyey arsalaka kusoo diray allahu ilaahay miyaa amaraka bihadaa ku amray. qaala wuxuu nabigu nacam. qaala wuxuu yihi wadacama rasuulka wuxuu sheegayaa anna calaynaa dusha annada xaja albeyti inay tahay beytka in loo qasto la xajiya man istadaaca ilayhi sabiila. qaala wuxuu yihi nabigu sadaqa waa runtiis. qaala wuxuu yihi ninkii uma wallaa wuu qaala wuxuu yihi anas bnu malik uma wallaa wuu jeestay ninkii waa iska tegay wuu jeestay markuu iska dhaqaaqay oo arkaantiibu weydiiyeyde arkaanu islaamkii oo nabigu ka xaqiiqsanayadee awal baaba lasoo gaarsiiyey. qaala wuxuu yidhi intuu tegey waladii bacasaka bilxaqi ilaahayga xaq kugu soo bixiyey baan ku dhaartay laa aziidu calayhinna ka ziyaadin maayo walaa anqusu minhunna ka nusqaabin maayo.
فقال النبي وحيره صلى الله عليه وسلم لئن صدقها دور رشيغ لا يدخلن الجنه جنه قليه. وزاد في روايه فقال الرجل وحيره امنت وان رميه بما جئت به وحى الله تمت وحى الله وحي الله تمت وان رميه ونكير. وانا انقن رسول من روح بان رسول وهي ورائي انا رسول ايه من ورائي ذاك يقدم بيوم من قومي. وانا انقن لمن بن ثعلبة نك اللي يدادان هاي اخو بني سعد بني بكر في بن سعد بني بكر بان اودا شيء بولي اي. رواه الخمسة حديث الى ابا داود العربي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم رمضان رمضان بايدين بشهر بالوي مبارك لبركي فرض الله الهي ما فرض عز وجل عليكم تشيل صيامه وسونكيس تفتحوا على فريا فيه بيجس أبواب السماء سماء الباب هذه وتغلقوا على حريا فيه بيجس أبواب الجحيم وتغلوا على سلسلة غينيا فيه بيجس رملان كمردة شيادين شيادين تكو هذا ماذا حاجة ذلك بعدين لله إلهي وحوصنا ذي فيه رملان كفيجس الليلة الهبين خير كخير من ألف شهر قم بلاط من حرم خيرها خير كذا نك لجوه جي فقد حرم قاله جي نكر. رواه النسائي والبيهقي عن النضر وحال قبري بن شيبان رضي الله عنه قال وحيد قلت لأبي سلمة وحنوري بن عبد الرحمن حدثني إيشك بشيء شيء وسمعته وكما قسم من أبيك أباه شيء أصو سمعه أباه سمعه وكما قل أبوك أباه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أباه إيو يعني رسولك أحد ومدحني في شهر رمضان. قال وحيد نعم وفوشه حدثني أبي أباه وحيد إيشك قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي تبارك وتعالى فرض صيام رمضان رمضان سون كيسو إلهي فرض عليكم دشين وصننت وانجد لكم لكم أذنك قيامه إن أذهبينك قنطان من وليسان بان إذن جدي فمن سامه ننكي سومه وقامه هبينك نقوم إيمانا إيا واحتسابا خرج وبحيا من ذنوبه ذنوب تيسي كيوم ولدت أمه مالك هو يدي دشيو سو كلام ذا. رواه النسائي بحديث كاوري وأحمد الله سبحانه وتعالى.